ويسعدني ان يكون معايا الجميله المتالقه دائما اللي الحقيقه النهارده يعني في تالق خاص بلوك جديد وجميل جدا، جميله القديره المتالقه دائما شهيره. بقول لحضرتك منوره الدنيا كلها. اهلا بيك، ربنا يخليك، ميرسي. واللوك ده انا شخصيا عاجبني جدا جدا جدا. ميرسي من ذوقك. عايز اعرف بقى سر اللوك الجميل الجديد ده ايه؟ لا ما فيش، احنا لما جينا هنا عند ميرفت يعني عرضت عليا كذا لوك وكده، فلقيت ده لطيف يعني تغيير. جميل، عايز اقول لك ما شاء الله يعني اكتر من جميل. ميرسي، ثانك يو. الشعر والميك اب والملابس بالنسبه للفنان بالذات اكتر من مهم، يعني اكتر من الانسان العادي. مش عايزه كلام طبعا، يعني ان الفنان لازم من ان لاخر بيظهر بلوك جديد، الناس لازم تشوفه دايما متغير، كل مره يطلع بشكل جديد كده، يعني ما يبقاش على طول بلوك واحد، يعني مهم قوي لشغله وحتى للظهور والحياه العامه يعني. طب اكتر عمل اخذ منك مجهود عشان ترسمي الشخصيه من الخارج، شعرها ولبسها والميك اب، كان ايه؟ بص، كان فيلم مخلوق اسمه المرأة، كان مسلسل مخلوق اسمه المرأة، كان مسلسل بيبقى يعني طبعا في كاركترات مختلفة وشخصيات مختلفة، فلا شك انت غششتني. صح، لا لا صح فعلا، يعني ده لان كل مرة كان لازم ابقى بلوك جديد، مرة صعيدية، مرة فلاحة، مرة مودرن عصرية، مرة يعني واحدة مروشة معرفش يعني. انا فاكر كان في باروكة صفرة طويلة كده كيرلي، كيرلي فظيع قوي، برافو عليك. لا يعني فعلا خد مني وقت كبير. في فيلم كمان اسمه ليل وخونة عن اللص والكلاب، ده برضو اللوك بتاعه خد مني يعني وقت شوية لحد ما وصلنا أنا والمخرج أشرف فهمي الله يرحمه للوك معين يعني برضو. طبعا كلنا حابين نطمن على صحة النجم الكبير الأستاذ محمود ياسين، طمني كل جمهوره وعشاقه. الحمد لله كويس، على الأقل أقدر أقول إن حالته الحمد لله مستقر. لكنه يعني توقف عن الأعمال الفنية. لا 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 مش هيقدر يعني، هو أعطى كتير الحمد لله، هو أعطى كتير وتاريخه كبير وطويل وعلامة يعني في السينما والدراما. واشتغلتوا مع بعض فيلم أنا يعني بعشق الفيلم ده، الجلسة سرية. طبعا ده مش انت لوحدك اللي بتعشق الحقيقة. كل الناس مصر وكل الوطن العربي لازم كل ما يتزاع لازم الناس تقعد برضو وتشوف، ابقى مستغربة جدا. واحترمت موقفك النبيل معاه لما رفضتي انك تشهدي ضده، ان الولد ابنه وهو مش ابنه. ده حقيقي. لا وانت عارف ان دي اصلا يعني قضية مثارة فعلا في المحكمة، يعني الناس كلها متشوقة تشوفك في عمل فني جديد، وخاصة بعد اللوك الجميل وال يعني نقول ايه، الشباب الدائم ما شاء الله. بص انا هقول لك حاجة، هو بالنسبة للعودة مش سهلة، يعني ما اقدرش اقول لك دي حاجة سهلة. قرار صعب. هو علشان ارجع بعد الفتره الطويله دي لازم يبقى في حاجه واو يعني، والا طب ايه لازمته يعني، ولازم ابقى يعني مرتاحه قوي يعني نفسيا وفنيا عشان ارجع. بنتمنى يعني تلاقي العمل اللي فعلا يجذبك، ويسعدنا الحظ ان احنا نشوفك تاني في عمل فني جديد يا فندم. واخيرا كلمه بقى لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج هوليود الشرق، تقول لهم ايه؟
بقول لشعب العراق انت شعب مناضل وشعب حر وهتفضل على طول ليك بصمتك في تاريخ كفاحك ونضالك وكلنا معاك وجنبك ودايما يا رب يعني منصورين ويصلح لكم الاحوال يا رب دايما يا رب. بشكر حضرتك النجمه الكبيره شهيره وبقول لحضرتك دايما منوره ويا رب دايما نشوفك في احسن حال وفي اتم صحه وترجعي بقى تقدمي لنا اعمال جميله ان شاء الله. شاكره قوي.